نخش على الاهلي والزمالك. نبتدي بالاهلي. الاهلي بيخاطب الكاف لصرف 24 مليون جنيه فلوس النادي الاهلي من البطوله الافريقيه. هقول لكم خبر مهم جدا 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 جدا، ده انفراد لينا. عمرو ورده في مسؤول في النادي الاهلي بيوري فيديوهات عمرو ورده لموسيماني، وفي احتمالات ان يتفتح التفاوض مع عمرو ورده. ده موضوع تقريبا كده بين اتنين داخل النادي الاهلي. ده أول موضوع. صالح جمعة قال إن هو ليه مستحقات، صالح جمعة ما اشتكاش فعلا النادي الأهلي، قال إن هو ليه مستحقات وإن هو مش هيشتكي، النادي الأهلي رد وقال إن مفيش مستحقات وإن دي كانت كلها خصومات لصالح جمعة. إذن بأكد عليكم تاني، عمرو وردة معروض على النادي الأهلي، موسيماني بيبص على فيديوهات عمرو ورده حاليا. انا بقول عمرو معروض، لا يقلل من عمرو حاجه، وعمرو مش عارض نفسه ولا اي حاجه خالص. عمرو لعيب كبير ولعيب محترف بره ومؤدي بشكل جيد جدا، وزي اي صفقه في نادي بره الراجل بيبص عليها، هيطلب اللي هو عايزه، الامور ماشيه بشكل جيد. محمد الشناوي الراجل بيطلعه للإجهاد وبيدفع بعلي لطفي ومصطفى شبير بكرة على دكة البدلاء، ونتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله الاثنين كل التوفيق.